الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها كذلك أن الأمن من أعظم ما ينبغي تحقيقه في المجتمع. انظر إلى هذا المجتمع المدني في تلك النازلة العظيمة، طاشت النفوس وضاقت الصدور وخاف الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة وأهل بيته وأهل بيت النبوة. عاشوا شهرا من الخوف، شهرا من القلق، من الاضطراب، اختلفت فيه أحوال الناس. ما يعيش المجتمع إلا بأمن، إلا بأمن، يحتاجون إلى أمن. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت ما سمعت ذهبت إلى مصدر الأمن وهو أبواها، ذهبت إليهما تجلس عندهم حتى يقضي الله عز وجل في أمرها ما أراد. فإذا بالأمن لابد أن نحافظ على الأمن وأن نرعى الأمن، لأن هذا من أعظم النعم. لتفت كل النعم إلا نعمة الدين والأمن، هالنعمتان هي التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نعض عليهما بالنواجذ.